ما شفتش نسكت. انا ريتكي نسكت يبدا الكلمه بدا يتعاود في راسي دونك باش نهب الروح نبدا باش نهبل خلينا نقولوا نرتاح مره واحده يا اخي شنو معناه يا اخي بهايم الناس ولا ما فهمتش انا ولا قله وعي ولا عاملين بالعاني بلاش عاملين بالعاني بلاش براسك انتم عاملين بالعاني على الناس يعني طفل يضرب ستي استاذ يحلوا راسه يقو قريب يوصل الموت وكل شيء وبعد انتم فيش تتم مو خاطر ما يتفرجش في ولاد مفيده هاني تفرجتي انا ولاد مفيده هاكي تفرجتي في ولاد مفيده ها تنسوا كل ما تفرجي في قبل ما قتلوا بعض نضربوا في العبيد يا اخي يا رسول الله ما عادش نفرقوا بين مسلسل وبعدين طفل الله اعلم بيه ما عرفش انا قال لك مع مهبول ولا ما عرفش عليه حاسي ولا تاثير دروغ ولا اللي هو رديتوها خضر وتفرجوا المسلسل مشي فهمت ما عرفش انا تطلع عندي في تاكسي انت ودك ما تحطوش السنتور شنو تقصدي بها شكونك انت وشكون هو وشكون ابوك وشكون التاكسي اللي ماهوش حاط السنتور هذيك الكره ويدخل راه ريتك تلم هذاك الكل راهو بشوي بشوي كان هذيك عادي هذيك عادي تسمى هذيك عادي مسلسل تعدى عنده ديكم 3 سنين تفكر توا الطفل يفرش الاعاده تفرش في الرجيف في اليوتيوب مش يقتل البروف نتاعو يعني السقوطيه نتاع العبيد والسقوطيه نتاع الساتويت نتاع الفيسبوك ما مسيبين حد يا اخي شنو الهم هذايا شنو المناظر هذو والله راكم تبروا بالرسمي في العنف بحاجات ما بتخطرش على بال الشيطان يمي اسم الله صبروني بتخرجوني من عقلي يعني ولدك يطلع مش متربي راهو مسؤوليتك يا مدام مسؤوليتك يا مستر خاطر انتوما كي تفرخي انت وجيبي 6 و10 صغار انت مسؤوليتك باش تربي بيهم. مش المسلسل باش يربيهم لك مش انا مانيش انا الرول موديل نتاعو مانيش انا القدوه نتاعو انت القدوه كي تجي تبارك عليك تبدي ورده وتهبلي وكل شيء باش تطلع ورده كي تبدي انت وبوه معناها سامحيني في الكلمه السريريه تهز هذاك عادي تضرب الصغير هذاك عادي وهذاك ما يعجبكش يتصرف هكا ويحكي بالحله تضربه عادي وهذيك تحكي مكبوسه تسبها عادي كل شيء عادي 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 يولي حتى الضرب عادي يولي حتى انه يشد البروف يبزق له في وجهه باش تولي حاجه عاديه معناها كل شيء عادي مش يطلع السيرح فهمتيني فهمتيني هذا كان ربي يحب التصبي وقالك خلنا ننقذ روحي وما طلعش كيفكم فهمتي لكن معناها باش يتربى في بيئه مش يطلع كيف البيئه هذيك عليها كيد تتهموا في العبيد وكل شيء وهاي الزطله وهاي تي هاي في كندا يبيعوا في الزطله بجربي في ليغال ولد يقتلوا في بعضهم في كندا قل تربي قل تربي الاكثر الاقل علم صغيرك ما يقولش كلام زيت في الشارع علم صغيرك ما يضربش علم صغيرك كي يقطع في كربي يحط سنتير علم صغيرك ما يبزقش في الشارع ما تيش كاغت في الشارع علم صغاركم الشيء هذايا تو صغاركم يطلعوا متربين تو يصلح المجتمع عليكم تو مسايبين انتم بيتكم لازمكم تربوا يعني كي تبدي تمشي انت في الشارع انت ودك ويا مثال نحى ياكل في كعبه حال وانت تقول له تيش تيش كاخ تيش عليك تيش مسخ تيش باكل مشوار تيش كعبه كل شيء ولا عادي الماهوش عادي هي التربيه الماهوش عادي هو النظافه الماهوش عادي هو الواحد يقرا كل رديته العادي مش عادي والمش عادي عادي وانا عادي مش عادي 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 في المعادي دخلتوني بعضي بعضوني يا ما